التحق هدف سريع غليزة المراد بن عياد بوفاق سطيف، أين أمضى على عقد لموسمين وقدم لوسائل الإعلام. ومباشرة بعد توقيعه قال بن عياد أن اللعب في الوفاق شرف، آملا في تقديم مستوى جيد. التصريحات مع زميلنا فارس الشايب. وين الحمد لله حاجة كما يقول لك حاجة تشرفني نلعب في فريق عالمي مثل وفاق سطيف. بعد ما يخفالكش العروض اللي كانوا عندي، كان العروض اللي كانوا عندي الحمد لله ما نكذبش عليك، وين رئيس الفريق حسن حمار وقف معايا والحمد لله وفيت بالوعد تاعي، وراني الحمد لله مضيت في وفاق سطيف. وانا كما يقول لك جيت فخور بهذا الامضاء والالتحاق بوفاق سطيف، وان شاء الله نكون ان شاء الله.